مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاج بالعراقي. بداية كل عام والجميع بألف خير، وبمناسبة مولد سيد الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمنى إن شاء الله للجميع أن تكون هذه المناسبة تعاد كل عام على الشعب العراقي وعلينا جميعا بالخير والبركة. في حلقة اليوم من هاشتاج بالعراقي اختارينا لها عنوان، وهذا العنوان الحقيقة جاء بناء على يعني مجموعة من المواضيع والفيديو اللي راح نشوفه بعد قليل. اليوم راح ناخذ رأيكم في الواقع الصحي في العراق بين الإخفاق والإنجاز، أو بين الإخفاقات والإنجازات. واليوم احنا يمكن تحدثنا في حلقة سابقة، قلنا إلى أنه في بعض الأحيان هنالك من يكون في جانب الصحي يكون أكو نوع من الإخفاق، وهذا الإخفاق بعض من عنده قد يودي بحياة بعض الأشخاص، والبعض من عند الآخر قد ينقذ حياة أشخاص. هذه هي مهنة الطب. الطب هو مهنة إنسانية يحاول بعد إرادة الله سبحانه وتعالى أن يقدم شيء ما منجز وإيجابي ومنقذ لحياة الكثيرين. يمكن أوصي الجميع، كل شخص يعني ممكن خلينا نقول يعني يتعاطف أو مرهف القلب، خلينا نشوف الفيديو. هذا الفيديو ما بمشاهد لكن بمناشدة حقيقة يمكن نقولها باللهجة العراقية تقطع القلب. خلينا نشوف هذا الرجل شنو معاناته وشنو اللي صار وياه وما هي مناشدته. مثل الطير 5 أيام متتالية إلا أنه سبب له فشل كلوي، وأنا عندي هذا الطفل الوحيد أفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله على وزيرة الصحة. الصحة لي بالعمليات ودزوني على محلول سكري وأعدهم، ابني راح يموت بسبب المحلول السكري. مدينة الطمانية محلول. يعني هيك مناشدة من هذا الرجل وهو يفقد ابنه الوحيد يعني بسبب خطأ طبي، أو يعني خلينا نسميه إهمال في مدينة الطب ببغداد، واللي كان يعاني من فشل كلوي، وفقد هذا الرجل ابنه الوحيد وهو يتحدث بحرقة قلب. يمكن أنا من شفت الفيديو هذا يعني كنت كثير حذر أن أطرحها بحلقتنا لهذا اليوم، لأن هذا الرجل يعني إحنا اليوم نحافظ على جيل. أنت بس تخيل وياي إنه ممكن يكون أكو يعني عائلة تربي ابنها بهذه التربية وكله وتوصل لحد مكان معين، ولكن أما يخطف الإرهاب ويعني يقتله، أو ممكن يقتل في سبيل الوطن ويستشهد خلينا نسميها، أو ممكن بمثل هكذا إخفاق يفقد ابنه. فبداية يمكن أقول هذا الرجل يعني بقى في حياتك، وأتمنى وهي أمنية أن يلهم أهل الصبر والسلوان ل يعني أهل المتوفي هذا الولد وأبوه تحديدا. راح يكون يعني طبعا على الهواء مباشرة سيد سيف البدر مدير إعلام وزارة الصحة. مرحبا بك سيد سيف. حقيقة يمكن احنا تابعنا فيديو، اذا حضرتك شفته، واتوقع بمواقع التواصل الاجتماعي تم نشره لرجل كان يعاني ابنه من فشل كلوي وتوفي في مدينة الطب بسبب الاهمال. شلون ممكن يعني شنو تبعات هذه الحادثة؟ اولا اني الفيديو اللي بتحدث عنه ما شفته، بس اتوقع اللي انتشر هذه الايام. واعتقد هاي الحادثه اقدم من هذا الوقت، اذا هي نفس اللي ببالي. اخي الكريم، مع كل يعني اعتزازنا ومواساتنا لكل وفاه تكون، لكن انه احنا نعتمد على اسباب الوفاه اللي تقررها الاطباء الموجودين بالمستشفى، اذا كانت المستشفى الوفاه داخل المستشفى او في معهد الطب العدلي. اذا استوجب ان يكون تقرير تشريحي للطب العدلي، وعندها نعرف سبب الوفاة الحقيقي. ومن حق أي مواطن، عندها احكي بصورة عامة، من حق أي مواطن إذا
عند اعتراض او شك في نوعيه الخدمه التي قدمت، او اذا يعني هاي اذا كان المريض على قيد الحياه، او اذا حصلت حاله وفاه واتهم المؤسسه الصحيه او الطبيب او الممرض بالتقصير بشكل متعمد او غير متعمد، من حق اي مواطن ان يقدم شكوى. زين سيد سيف، يعني هسه اذا مثل هيك حاله صارت ويا احد المواطنين، يعني وين يتجه؟ يعني يروح لمحكمه، يروح مباشره لكم الوزاره، عندكم لجنه، لجنه قانونيه، دائره قانون، وين يروح؟ يذهب الى المحكمه، وفي نفس الوقت توجه شكوى في داخل الوزاره في دائره التفتيش، وعندنا قسم كامل مسؤوليته هذا الموضوع، هو قسم المسؤوليه الطبيه. كل يومية العشرات من هذه المواضيع تمر على الوزاره وتحسن، ولصالح يعني انه يتبين انه الاتهام صحيح، يعاقب المقصر او المؤسسه كمؤسسه، او يتبين انه هو الادعاء مو صحيح. انا هنا حسب هذه الحادثه لا اقول انها صحيحه او غير صحيحه، هذا اب مفجوع بابنه، كنا نتعاطف معه، كنا عندنا عوائل وعندنا اطفال، نخلي نفسنا مكانه. طيب دكتور سيف، يعني انتم كوزاره اليوم ايش قد حاطين نسبه بالمئة الى انه مثل هذا، مثل يعني حالات، وهو يعني الطبيب اليوم هو انسان ممكن يخطا ممكن يصيب، لكن درب على ان يكون دائما مصيب، لكن ايش قد نسبه مئويه انتم عندكم اليوم ان يكون هنالك من اخفاق من قبل الطبيب نفسه؟ ما اقصد المنظومه الصحيه. الطبيب العراقي وهاي معروف في داخل وخارج البلد من افضل وامهر الاطباء على مستوى البلد والمنطقه والعالم، وهذا مشهود لوين ما يروح وينجح. طيب وموضوع الاخطاء الطبيه تقدر تبحث بالانترنت، كل شخص يسمعني يقدر يبحث ويشوف في كل العالم تحدث اخطاء طبيه نسبيا يعني الى عدد السكان. الكثير من الدول المتقدمه اكثر مما يحصل في العراق، حتى في الولايات المتحده، في اوروبا تصير، وكثير من المستشفيات بداخل المستشفى تلقى محامي او قسم قانوني وظيفته فقط انه يتابع شكاوى المواطنين على الاطباء، هذا موجود. كل انسان يعمل معرض للخطأ. يعني احنا عندنا في المنظومه الصحيه في العراق بوزاره الصحه موجود مثل هيك قسم، يعني لو احنا بس نحكي عليه، يعني عفوا للجمله، يعني موجود اكو قسم مثلا بمدينه الطيب بالمستشفيات؟ اخي الكريم بينت لك ببدايه حديثي انه عندنا قسم كامل اسمه المسؤوليه الطبيه. وين هذا دكتور؟ انا ادرس بينت لي بالبدايه، بس وين هو هذا، بالمستشفى او بالوزاره عندكم؟ بالوزاره، وهذا يقابله في كل مستشفى اكو موظفين قانونيين حسب مستوى المؤسسه الصحيه. وقلت لك انه من حق كل مواطن يشك او عنده يقين انه صار تقصير معاه في خدمه معينه يقدم الشكوى، وانه احنا نتعامل وياها بشكل علمي وموضوعي دون انحياز. انا ما اقول لك انه ما عندنا اخطاء، ما اقول لك انه انا طبيب واحكي وياكم، كل انسان معرض انه يخطا. سوء النيه مستبعد، ما اتصور انه شخص يتعمد الاساءه، وان انه ممكن ان تصير. وصارت عندنا حد قبل فتره انه صارت حاله في احدى المحافظات، والسيد الوزيره تابعت الموضوع بشكل شخصي، وبعد اللجان التحقيقيه تم اتخاذ العقوبات حسب نوع التقصير. شنو العقوبه اللي تتخذها دكتور سيف؟ شنو العقوبه تتخذها الوزاره بحق مثلا من طبيب لما يخفق؟ يعني هو يمكن انا خلينا احكي بطريقه من خلال البحث عن في يعني ملفات وزاره الصحه، المتعمد قليل، لكن بالجانب الاخر اكو اهمال. خلينا اشخص لك اياها بصراحه، احكيها الوزاره شنو ممكن تتخذ اجراء بحق الطبيب؟ يعني مثلا نقله، شطبه من السجل الطبي، شنو ممكن يصير؟ اخي الكريم حسب نوعيه المخالفه اكو شيء اسمه الانضباط الطبي. طبعا دور نقابة الأطباء، هكذا لجان أيضا يكون عضو من نقابة الأطباء حاضرا حسب نوع المخالفة، أكو توجيه، أكو تنبيه، أكو أنه سحب الرخصة، أكو عقوبة، أكو غرامة، أكو أنه يفصل من الوظيفة، وهذا شيء مثبت ومعروف بنظام الدولة العراقية. طيب يعني هسه حكينا خلينا نقول على مثل يعني هذه الحالة اللي شفناها ويا هذا الرجل، لكن خليني أيضا أنتقل إلى موضوع ثاني. اليوم العراق والمنظومة الصحية في العراق يمكن كانوا عندها إنجاز، وهو افتتاح مركز لمعالجة السرطان. نحكي شوي عن هذا المركز وكيف ممكن المستفيدين من عنده أنه يأخذون معلومات أكثر. نعم تفضل. طيب هو يعني احكي لي على المركز، شنو موضوعه، منو كان جهود، يعني أنت حضرتك لك المساحة بالحديث به. الله يسلمك. مركز الاورام السرطانيه اللي افتتحناه السبت الماضي، افتتح السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي،
يقع في الموقع اللي عرف الشعب العراقي فندق القناة سابقا، اللي كان مقر الأمم المتحدة سابقا، وهو مجاور لمستشفى ابن القف. أنت تعرف بصورة عامة احنا عدد المؤسسات الصحية بصورة عامة هو أقل من المطلوب بكثير، وبصورة خاصة التخصصية من ضمنها السرطان. هذا المركز سعة 400 سرير، أولا هو الأكثر سعة، يعني الأكثر سعة من هذا النوع، راح يخفف الضغط على السناتر الرئيسية اللي عندنا موجودة، اللي هي مستشفى الأمل في ساحة الأندلس، وكذلك مدينة الطب. مكانه نعتبره استراتيجي كونه راح يخدم المنطقة اللي هي شرق القناة، يعني مدينة الصدر وما شمالها لحد يعني المحافظات الشمالية أيضا. هذا راح يسهل الوصول للمريض، يخفف الضغط على المراكز الأخرى. جهود كبيرة كانت من الوزارة، كثير من المعوقات المتعلقة بقضايا قانونية بالبناية وكذا، تأهيلها وتجهيزها، ولكن الحمد لله بجهود الخيرين وبجهود ذاتية في وقت قياسي من بعد تخصيص البناية لهذا الغرض من قبل مجلس الوزراء بعد طلب السيدة الوزيرة، الحمد لله قدرنا انه نفعل هذا المركز ونبدأ بعمله. طبعا هو قبل افتتاحه احنا بدينا بافتتاح تجريبي وعالجنا عدد محدود من الامراض وحالات معينة. طيب شنو الاعمار اللي ممكن تدخل الى هذا المركز، وشنو الاقسام اللي بداخل هذا المركز؟ كل الاعمار من الممكن علاجه في هذا المركز. هذا المركز بالدرجة الاولى في الوقت الحالي هو للعلاج الكيميائي، يعني العلاج بالادوية. لكن وضع السيد العبادي حجر اساس لخطه يعني توسيعه لامراض الدم، مركز لامراض الدم، نستحدث العلاج الشعاعي وكذلك العلاج الجراحي، لكن كله يبقى ضمن موضوع الاورام، مركز تخصص الاورام. جانب المهم الاخر به انه هو مركز تعليمي، انت تعرف عندنا شحه باعداد الاطباء والمدربين على موضوع علاج الاورام السرطانيه. هذا المركز راح يساعدنا بهالموضوع، انه يدربون به طلبه البورد، طلبه الدراسات العليا، وان شاء الله يعني بجهودكم انه يحتاج فتره الى ان نشوف الاثر الفاعل بالواقع الصحي ان شاء الله. طيب يعني سؤال اخير دكتور سيف، يعني يمكن الحقيقه يعني لا تزال يمكن هذا الرجل صورته في بالي، لكن اليوم هل تعتقد الى انه وزاره الصحه تحتاج اكثر لدعم، يعني مو بس خلينا نقول يعني نسميها بالعراق مو بس نسولف بها، لكن حقيقه هي اليوم تحتاج لدعم؟ انا اشوف وزاره الصحه اليوم اكثر عمل من 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 الوزارات اللي قبلها. الحمد لله وزارة الصحة، مو لأن هي أنا المتحدث باسمها، بكل فخر واعتزاز أقدر أقول أنه هي الوزارة الأكثر، طبعا هاي البعض قد يختلف معي، الوزارة الأكثر عطاء، الوزارة الأكثر عمل، والوزارة الأكثر مظلومية من قبل بعض وسائل الإعلام، والوزارة الأقل دعما. احنا خلينا نحكي بصراحة، كل مؤسسة حتى تنجح أنت تحتاج لها دعمين أساسيين، الدعم الأول هو الدعم المادي، يعني عدد المؤسسات الصحية وتجهيزها. بصراحة أخي الكريم عدد المؤسسات الموجودة اللي إحنا يعني جانا هسه اللي عندنا تحت الأرض الفعال هو عشر المطلوب كأقل عدد مطلوب نسبة لعدد السكان. العامل الثاني أخي الكريم هو الموارد البشرية، إحنا عدد الأطباء والكوادر الصحية بصورة عامة تعانون من هذا الموضوع، يعني أشوف هواي أطباء بدأوا يغادرون بغداد، يعني يا ما نعم يتجهون الكريم كردستان يا مالي خارج. أضف لها موضوع الاعتداء على الأطباء، إحنا كل ما تصير مشكلة مع يعني نخسر كثير من الكوادر، لكن الحمد لله يعني إحنا معولين على جهودكم كإعلام معانا، إنه متأملين على السنة القادمة إنه يزيد الدعم المادي للوزارة. صار تقليص حاد بالإنفاق على الجانب الصحي أكثر من 60 إلى 65%. يعني حتى قربوا للمستمع انه اذا فرضا قبل كان يعطيك مليون دينار هسه يعطيك 350 الف دينار ويقول لك سوي لي نفس المنتوج. في نفس الوقت من 2014 زاد الطلب على الخدمه الصحيه. شلون؟ انه انت زياده طبيعيه باعداد السكان كل سنه، نعرف هذا الموضوع. ثانيا انه موضوع الحرب على الارهاب، وهذا يستنزف اي نظام صحي في العالم. وبصراحه اخي الكريم انا حتى ادافع عن المؤسسه، انه في كل تاريخ الحروب دائما دعم المعركه يكون من مسؤوليه المؤسسه العسكريه، يعني الضبابه العسكريه. اما في موضوع العراق من 2014 منذ اليوم الاول هجمه داعش على بلادنا تصدت وزاره الصحه، طبعا دون دعوه لان هذا واجبنا. لكن هذا الموضوع احنا من 2014 لحد الان ازمه عندنا بالكوادر، 1600 موظف انا من وزاره الصحه في جبهات القتال ما بين طبيب وممرض، قدمنا 100 شهيد.
الكثير من سيارات الإسعاف والخدمات أطنان من الأدوية، هذا واجبنا، لكن لابد أن اللي ينتقدنا لازم ينصفنا أنه إحنا مسؤولية دعم المعركة هو حسب كل الأعراف العسكرية بالتاريخ ومسؤولية المؤسسة العسكرية نفسها. نعم ممكن الوزارة تكون كإسناد، لكن اللي صار الواقع انه احنا صار القسم الاكبر من دعم المعركه دعم الجيش والشرطه والحشد الشعبي، المسؤوليه الاكبر كانت مع كل احترامي للطبابه العسكريه وطبابه الحشد اخواننا وابطالهم، لكن الجزء الاكبر كان مسؤوليه وزاره الصحه. بس ما تدري دكتور يعني هي نسبه وتناسب، نسبه وتناسب بالنسبه للدعم والانجاز. يعني حتى اليوم بالحق كتبت ما بين الاخفاقات لوزاره الصحه، ووزاره الصحه يعني لازم تخفق، يعني هي لازم تخفق حتى تنجح، هذا ممكن ماشي بكل الاعراف الـ بسوق العمل خلينا نسميها بهذه الطريقه، وما بين الانجاز يعني مثل هيك انجاز اليوم ليش ذكرت حتى اكون للمشاهد بطريقه واضحه، اليوم اكو انجاز عندنا في هذا الجانب بوزاره الصحه، لكن ايضا مثل هذا الرجل وغيره، واحنا قبلها طلعنا هذا الممرض اللي كان يشد الكانوله بتيب يعني وموجود هو عندنا احنا الصور مالته وتم التحقق من انه هي احد المستشفيات في بغداد. يعني اكو هيك اخفاق واكو هيك انجاز. ف اذا تسمح لي اخي الكريم، احنا اذا نحكي على المقياس الاكبر يعني هيك اخطاء هيك سلبيات موجوده كانت وستكون احنا نعالجها، لكن احنا نحكي على معنى العام القرارات الكبيره على مستوى البلد، احنا ما ننسى اكو انجاز لا يقل اهميه عن افتتاح مركز. وهي محاسبه هؤلاء دكتور هي محاسبه هؤلاء بطريقه تكون مفهومه، يعني هي حتى احكي كاب باللهجه العراقيه، لا لا اسمح لي، اذا هو المعالجه لهذا الطبيب بطريقه للطمطم يعني مثلا انه خلصت يلا سويناه وانتهت، لا لازم احنا هسه اليوم عرضت لك انا هذا الفيديو، هذا الفيديو اولا هو يناشد الطبيبه الدكتوره طبعا عديله حمود، وهو مباشره يقول انه ناشد وزيره الصحه من يصير التعامل ويا هاي الحاله، وحضرتك ممكن تتصل بوسائل الاعلام وتقول في الحاله الفلانيه تم التعامل مع الطبيب الفلاني مع التحفظ على اسمه حتى لن نسي لك، خلينا نقول مع العلم هو يعني يستحق ان يذاكر اسمه بهذه الطريقه، فمعناه هذا انجاز، هذا ما تقوم به بعض الوزارات اليوم. أخي الكريم هذا الموضوع قبل أن تستضيفني وقبل أن تتصل بي فضائيتكم المحترمة إحنا بدينا به، بس إحنا ما يصير إنه نحكي إجراءاتنا قبل أن يرصد الإعلام أصلاً. لكن إحنا نمشي ضمن سياقات وما نريد نظلم الناس ونسمع من كل الأطراف وما ناخذ موقف مسبق، لأن إحنا مثل ما يقول جهة حكومية وجهة فنية بحتة، بس أنا أريد أتكلم عن إنجاز تاريخي بالنسبة لخدمات الصحة بالعراق، وهو قبل أسبوع أو أيام من افتتاح المركز، وهو مشروع تسعيرة دوائية في المؤسسات الصحية الخاصة. طيب. أبد ما صار بتاريخ العراق أنه الدولة تحدد هامش الربح بالصيدليات الخاصة، أي أبو صيدلية يبيع فقرة علاجية بسعر بألف دينار تلقى في صيدلية مجاورة قد تكون نفس الفقرة نفس المنشأ نفس الباكيت تلقى بعشرة آلاف، ماكو فد رقيب أو حسيب عليه، وقد يجاد لك يقول لك أنا أكو مواطن يقدر يشتري ما عندي مشكلة. فإحنا موضوع الليبلات اللي صار بعد جهود هاي السنة كلها إحنا قضيناها مباحثات وصلنا الطرق مزدودة، لكن إصرار السيدة الوزيرة في اجتماع مع الكثير من الجهات المستورده للعلاجات وقفت وقالت انه هذا احنا ماضين بهذا المشروع ويجب اطلاقه وسيطلق، والحمد لله بدينا به، ملايين من الليبلات طبعت، بعد صار سياق رسمي انه المكتب العلمي قبل ان يستورد الفقره العلاجيه يتواصل طبعا بالتنسيق هذا كله مع نقابه الصيادله. طيب. تكون ليبل عليه، الليبل محدد عليه السعر، يعني احنا مو ضد الربح المشروع. ما عندنا اشكاليه بس دكتور سيف يعني هذا قاعد تحكي لي بيه، هذا انت والوزاره تعرفون بيه وسائل الاعلام تعرف بيه، زين ليش اكو هذا يعني انت حضرتك مدير اعلام؟ نحن سوينا مؤتمر صحفي اخي الكريم ودعيناكم فضائيتكم كانت من المدعوين. طيب. ايضا وجو العشرات من وسائل الاعلام. طيب. ودعناها قبل ايام ما صار هوايه. طيب هسه انا اقول لك يعني بس لكن لم يسلط الضوء عليه الآخر. الجانب الاخر الكريم لا يقل أهمية مو بس التسعيرة، إنه إحنا من هذا نفس الليبل أكو فد رقم سري نعرف من خلاله هاي الفقرة العلاجية شو وقت استوردناها ومن استوردها وشلون دخلت الهدف. نحاصر ونتابع موضوع تهريب الأدوية. طيب ممتاز. طيب وهذا أيضا هذا من القرارات اللي أعتبرها أعتقد تتفق معي إنه القرارات الحاسمة والمهمة لتهم أي مواطن، ماكو واحد بينا ما عانى من ارتفاع بعض الفقرات. طيب دكتور مفكرين اليوم كوزارة الصحة بوجود حالات الإدمان العالية أن تفتحون مركز لإعادة تأهيل المدمنين؟ نعم أخي الكريم هذا المشروع أنا في فترة من الفترات تابعته كونه كان مسؤول عنه
بشكل غير مباشر. وصل مراحلة الأخيرة، لكن مع الأسف موضوع الحرب، يعني موضوع داعش أرقى الموضوع، لأنه مكلف جدا. لأنه نفتتح أول مركز متخصص، احنا ما نسميه مستشفى، لإعادة التأهيل وعلاج حالات الإدمان، كان المقرر في بغداد، حاليا موجود والأماكن المقترحة موجودة، وأكو تبني وتعاون من رئاسة الوزراء. مرينا فترة أزمة، يعني أنه مثل ما يقول صار مو أولوية، لكن الموضوع هسه رجع وتفعل، ونتأمل خير إن شاء الله أنه يفعل. أكو عدة مناطق مقترحة في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة إن شاء الله. إحنا الوضع الحالي بالنسبة لعلاج الإدمان، عندنا مستشفى أبو الرشد فيها ردها كاملة. دكتور، مستشفى أبو الرشد يعني هي الكل العراقيين عندهم رد فعل من عندها، يعني ما حد ممكن يعني يروح لها. شوية الموضوع يختلف، المدمن يعني يختلف عن الحالات اللي ممكن تعالجها مستشفى ابن الرشد. يعني تدري شلون يعني حساسية يعني واحد عنده من مستشفى ابن الرشد؟ ابدا ابدا ابدا. اذا تحبون يشرفونا فد يوم تروحون. لا لا، الاسم الاسم هي هذه المستشفى كانت للعلاج النفسي صحيح؟ ولا زالت. مو ايش اقول لك، هسه خلينا نكون صريحين، يعني واحد مدمن على نوع معين من المخدرات يروح المستشفى، يعني عفوا للجمله، لعلاج اشخاص اللي هم مختلين عقليا، يعني تدري حساسيه الموقف. يعني اليوم في العالم هنالك من مراكز لاعاده تاهيل وعلاج المدمنين تكون اصلا في مناطق بعيده بخارج المدن، يعني موضوع حساس. يعني وين شخص مدمن، وين شخص خلينا نسميه مختل عقليا؟ اختلف معك اخي الكريم. الاختلال العقلي، الاختلال النفسي هو عارض كل انسان، كل واحد من عندنا يصاب باكتئاب او توتر او حتى المرض النفسي. طيب. مو عيب انه هذا موضوع الوصمه الاجتماعيه من الشغلات الاساسيه والمعوقات. مو هي هاي لازم تراعيها الوزاره، يعني هي هسه احنا نحكي عن المجتمع، يعني هسه كل شيء احنا تراعينا بالمجتمع. موجود هذا الموضوع، يحتاج تثقيف، يحتاج جهد. حتى المدمن اخي الكريم، وانا دائما نركز على الموضوع، احنا كوزاره صحه، احنا كاطباء، ما نريد ناخذ منه موقف مسبق. هذا شاب مراهق بسبب او لاخر دخل بهذا الطريق، احنا بالضبط. لازم نساعد. احنا كثير من الحالات نشوف الاهل يضغطون عليه او يغطون عن الموضوع خوفا من الوصمه او خوفا من السمعه. واذا بي يتفاقم هذا الشاب. هي دكتور بالضبط، خليني اكون واضح وياك. اجتماعيا اليوم المدمن قد قرر ان يكون مدمن بنفسه، يعني هو صاحب القرار بان يكون مدمن، هو اللي راح سعى لهذا المكان، او قد تكون الظروف المحيطه به. لكن المختل عقليا ومن عالم المرض النفسي هو جاء نتيجه ضغوط خارجيه ولدت عليه، يعني ما قرر ان يكون اليوم هو شخص متعب نفسيا، لا، الظروف المحيطه به. بس اسمح لي، فلما المدمن هسه اليوم يروح هذا المدمن الى، يعني هسه احنا نعرفه احنا باسم الشماعيه، لما يروح هذا الشخص للشماعيه مثلا المستشفى او اللي مستشفى ابن الرشد اللي هي خاصه بالطب النفسي، يعني الموضوع صعب نفسيا. يعني ماكو واحد، يعني هي بالعالم ما شايفاني والله، شايف مراكز لاعاده تاهيل يعني مدمنين مخدرات، على اكو هنالك من مستشفيات او مراكز خاصه بها. اذا تسمح لي، ودي يصير خلط بين مستشفى الرشاد والشماعيه. مستشفى الرشاد بالشماعيه وابن الرشد نفسها، هي نفس الاختصاص. ابن الرشد في ساحه الاندلس، اقصد نفس الاختصاص. الادمان في ابن الرشد هي تقريبا منعزله ومنفصله عن باقي المستشفى. تعرف احنا عندنا اصلا مشكله بعدد المستشفيات، ولذلك نرجع لاصل الموضوع، انه احنا قلنا وخططت وزاره الصحه من زمان انه تستحدث مركز تاهيلي خاص بموضوع بالضبط. اوكي، شكرا جزيلا دكتور سيف. موضوع الوصمه اذا تسمح لي، دوركم كاعلام اللي نتامل منكم انه تساعدونا بموضوع الوصمه الاجتماعيه، سواء المرض النفسي او الادمان او اي مرض بصوره عامه. مو عيب انه انسان لا لا، انا كشخص اليوم وفي هذا البرنامج معك في ان يكون هناك من علاج للمدمنين. لذلك انا طرحت هذا الموضوع بعد ما شفنا ارقام مخيفه، وهي ارقام طبعا الحقيقه للاسف، يعني بعد البضاعه او خلينا نقول اللي تم مسكها في ميناء البصرة، واللي كانت هي برقم كلش عالي من الحبوب المخدرة. اليوم احنا بعد ما كان العراق قبل 2003، وانا متأكد من هاي المعلومة، كان هو فقط طريق للوصول للمخدرات ما بين إيران والسعودية والسعودية إيران، لم يكن هناك من مدمنين، لم يكن عنده من متاجرة. اليوم أصبح العراق هو الأرض الخصبة، زراعة خشخاش اليوم موجودة بالعراق. اليوم وجود المخدرات والحبوب المخدرة وكل أنواعها في العراق يتم تداولها على نطاق جدا عالي، وهناك من تجار في هذا الجانب. بعد هذا أنا اليوم دا أتحدث عن مستشفى بوجود اليوم عندنا مدمنين بكل التفاصيل. إحنا قامت أصلاً أكو أصناف بس موجودة بالعراق للإدمان، ما موجودة بكل العالم. يعني السيليكون أول ما جابوه بالعراق وبعدين انتشر للعالم.
فهذا اللي انا دا احكي عن المدمن. انا اليوم مع ان يعالج المدمن ويعود مره اخرى ويعاد تاهيله من قبل الجهات المختصه للمجتمع، بكون انه ليش قلت لك إن هو قرار خاص بي، فيجب ان احنا نساعده ان يرجع مرته الاخوه ويكون عنصر فعال يعني. شكرا لك دكتور سيف البدر مدير اعلام وزاره الصحه، شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا يمكن للاسف انه احنا اليوم لما نتحدث بهذه الطريقه نتحدث الى انه احنا شقد اكو يعني بقلبنا اكو الم لمثل هكذا جانب، الى انه لما يكون عندنا احنا هيك اشخاص بسبب اخفاق طبي نفقد به اشخاص، بسبب يعني خلي اسميه واحد متعاجز طبيب او غيرها، او ممكن ان يكون هناك من جانب لاخ سلبي. احنا يمكن يعني انا قلت في هذا البرنامج يمكن تمر علينا حالات، وهذه الحالات يعني احاول انه يعني ادعمها دائما بظهور وباعلام الوزارات. دكتور سيف يمكن قال الى انه يعني راح يتم التعامل مع هذه القضيه. انا الحقيقه تواصلت مع فريق البرنامج، حاولنا نتواصل ويا هذا الرجل، وان شاء الله يعني العزيز هو الله يرحم ابنه يعني ان شاء الله يكون اكو حل لهذا الجانب. خلينا ابدي اخذ اتصالاتكم. عندنا احمد من بغداد، تفضل احمد. احمد وينك احمد؟ احمد تسمعني؟ طيب طيني ناخذ جابر الجابر ويانا، تفضل سيد جابر. استاذ داش كيف الصحه؟ اهلا وسهلا بك يا قلبي، يخليك. في الحقيقه هذا البرنامج هو برنامج حيوي، وهذا البرنامج في تصوري هو يعالج امور كثيره. ادخل في صلب الموضوع. يعني الواقع الصحي متردي بالعراق سيدي الى ابعد الحدود، سواء على الصعيدين الحكومي والاهلي. يعني المريض الذي هو في عوز مالي او مادي عليه ان يموت في داره، لان ذهابه للطبيب الخاص يكلفه ثمنا كبيرا، سواء كشفيه الطبيب اللي هي قد تصل الى 50,000 دينار، او العلاج الذي ايضا لم يصل الى اقل تقدير 250. هذا اذا كان يصرف من الصيدليات الاهليه، بحجه انه من مناشئ طبيه. اما المستشفيات الحكوميه فحدث ولا حرج. اولا خدمه المريض لا توجد، النظافه معدومه، فضلا عن ظاهره القطط والجلدان الذي تجوم المستشفى، خصوصا مستشفى البصره. اما ظاهره المخدرات سيدي بالعراق وتحديدا بالمحافظات الجنوبيه، البصره سببها هناك احزاب دينيه هي من وراء ذلك. وجاب ان احنا الضيم غير الاحزاب الدينيه، وجاب ان احنا هاي التفاصيل غيرها. وانا اعرف احد الاشخاص وهو ينتمي الى حزب احد الاحزاب الاسلاميه يعني متنفذه في العراق، ومسؤول عن مزارع الخشخاش الموجوده في محافظه ذي قار. بس اسمح لي جابر، سيد جابر، مسؤول عن بعض المزارع الموجوده في محافظه ذي قار وفي محافظه ميسان. احد الشخصيات وهو شخص يعني من اهالي محافظه ميسان وينتمي الى احد الاحزاب الدينيه، تفضل. ايه سيدي الكريم، انا جايك بالطريق، لا تقطع علي الطريق. طيب الاحزاب الدينيه هي التي منعت محلات المشروبات الكحوليه في البصره واستبدلتها بالمخدرات لكي يتاجروا فيها، والمنفذ والمنافذ صحيح مجلس العمشم للبصره. هاي ظاهره، ولا اذكر ان عضو مجلس محافظه البصره لا اريد ان اقول اسمه وهو معمم كان من وراء ذلك. يعني في زمن صدام او من بعد السقوط كانت 4-5 محلات اجلك الله مال الخمور، ما كنا نرى ظاهره مال المخدرات. فهذا الذي متعود على هذا الشرب او هذه العاده الليليه، البديل ماله انه يذهب المخدرات. اذا هناك مافيات وعصابات هي التي اتاحت المخدرات
بدأ المحلات المسيحيين الذين جوبوا بالتفجير والقتل والتهديد وإلى آخره. فهذه الظاهرة موجودة سيدي. نعم شكرا جزيلا لك جابر، شكرا جزيلا. أنا بس خلينا نوه إلى سالفة، إلى أنه هسه تقولون أنتم، أنت قبل شوي تحكي تقول محلات المشروبات الكحولية وتقول هي هذه مسؤول عليها ومخدرات وغيرها، يعني خلينا نكون صريحين شوية بهذه المفردة اللي أنا دار تحكيها بهذه الطريقة. أولا إحنا لسنا في دولة أفلاطون، هي ليست الدولة المثالية، هي ليس نحن اليوم في منظومة مثالية موجودة بالعراق. لما تجي أنت تحكي وتقول إلى أنه لا إحنا ما نخلي محلات بيع الخمور وما شو، ما عندك أنت مخدرات، وهي أسوأ. تدري ليش أسوأ؟ لأن اليوم طريقة علاج خلي أسميها المخدرات أصعب بهواي من طريقة علاج مدمن الكحول، لأن مدمن الكحول هي عبارة عن يعني خلي نسميها صحيا هي تختلف تماما عن هذا الموضوع. وبالعالم اليوم أصعب علاجات هي علاج المخدرات، فلذلك لازم أن نعرف إلى أنه أنا لست مع وجود المخدرات في العراق ولست مع وجود المشروبات الكحولية في العراق، أنا مو ويا هذا الموضوع، وليس من اختصاصي أنا أبت أن يكون موجود أو موجود. كل مذهبات العقل هي مرفوضة، لكن عندما يكون هذا الموضوع هو يعني بقرار من الحكومة أو بغير جانب فهذا يخصها هي، عندها ممكن تفاصيل. لكن أن تدار هذه الطريقة، أن الإنسان العراقي اليوم يدار من قبل بعض المافيات، بعض السياسيين، بعض الأحزاب الدينية الإسلامية، مثل عندنا شخصية واحد ينتمي أو هو يرأس الأحزاب الإسلامية، يجي عادهن الملاهي الموجودات بالمنطقة اللي هو موجودة بهن، ايش مدريك بهن انت لما تأخذ أتاوات من عندهم؟ وإحنا نعرف أنه هذه الأتاوات تأخذ من الملاهي الليلية الموجودة في بغداد وبعض المحافظات، هي عائدة إلى حزبك، ولا حتشج داحشي علي آني والشخص اللي مسؤول عن هذه المزارع مال خشخاشي بالناصرية وبالعمارة ينتمي إليك هو. ناخذ سعد عندنا من الكويت، مرحبا يا سعد. مرحبتين يا أستاذي، أولا نهنئكم للبرنامج وكذلك شخصك الكريم بالمولد النبوي الشريف، بالمولد النبوي الشريف. أيضا أستاذي بالنسبة للصحة، حسب ما قلت يعني المفروض يكون في كوادر طبية تعالج مثلا من كان في القرى والقراية، يعني تشمل وكذلك توفير لهم وينطوهم مثلا علاج وأدوية، علاج وأدوية. صحيح. كذلك الطرق البعيدة مثلا الطرق السريعة. أي. وأخيرا يا أستاذي بالنسبة للقاتل اليمني الشمالي وكذلك أيضا الحبوب جعلت جزءا من البشر يفقد عقله. صح. ويذهب عقله، وكذلك نعاني منه أيضا نحن. تحياتي لك. شكرا لك جزيلا، شكرا. يعني يمكن أيضا أشير إلى أنه عندنا اتصال، طيب بس ابو عبد الله خلي يتحملني دقيقه واحده. ايضا احنا خلينا نسوي نحكي بالتفصيله اليوم، اذا كان هنالك من بعض الشخصيات والاحزاب الاسلاميه ومن الطرفين، الاحزاب الاسلاميه من الطرفين، من الفريقين، من الطائفتين خلي اسميها، اذا كان يحاول ان يعيد ما في باله او حتى ممكن هو يسيطر على جانب معين من مذهبات العقل، فخلي اقول له الى انه هنالك من دوله مجاورة للعراق، وهي دولة مجاورة للعراق، بينه وبينهم حدود إحنا، وشفناهم في مسلسلاتهم كيف يقومون بتقطير الخمور في الداخل وكيف يتم تداولها. ماكو دولة اليوم لا إسلامية ولا غيرها ما بيها خمور وما بيها كحول أو مذهبات العقل. نأخذ اتصال أبو عبد الله عندنا من عمان، مرحبا بك أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بك. هذه ماكو مشي أتحملك دقيقة وعشرة من. في دولة عينك الله يسلمك. حياتي لك، تحياتي كادر القناة ولمشاهدين الكرام. أولا نهنيكم أنتم ككادر القناة وأنت أستاذ فداء والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف. يحفظك إن شاء الله للجميع. ونذكركم أن باكر تقرون سورة الفاتحة، لأن باكر يوم الشهيد العراقي. طبعاً 100%. يوم الشهيد. طبعاً. نسأل الله الرحمة والغفران لشهداء العراق على مر التاريخ. آمين يا رب. وبالذات شهداء حرب إيران اللي الجماعة سموهم قتلة. قتيل مو شهيد. وكل ما قتل يدافع عن العراق فهو شهيد. شهداء ايران، كل شهداء على راسنا. طيب زين، نرجع لموضوع وزاره الصحه بالانصاف. اسمعني استاذ فداء. اي وياك. اي بالانصاف، وزاره الصحه في سماء العراق كنجم ساطع. يعني لازم نمجد فيها. هاي الوزاره اللي في زمنها احنا خمس خدج بالحله ماتوا، ينتظرهم أبوهم فارغ الصبر وماكو خدج لهم وماتوا. نجم ساطع وزارة الصحة
اللي 11 واحد بالخدج اللي ببغداد ماتوا، واللي طلعت الوزيرة واستقالت بالتلفزيون قالت أنا أقدم استقالتي من خلال أحد البرامج. وزارة الصحة بالعراق نجم ساطع لازم أن نشيد به. إذا تروح المستشفى عندك إشاعة صورة طبقية ما يسمونها هاي، يقولون لك إذا على العادي تنتظر 3 أشهر، وتحداهم يقولون شو ذبوا هاي صارت وهي زوجة أخوي مو طيب. الشهر أحكي إذا على العادي تنتظر 3 أشهر، إذا 25 بعد شهر ونص، إذا بخمس صحيح هسه تموت نسويها إليك، أتحداهم يقولون كذب. طيب زين أيه. وزارة الصحة أبو عبد الله بس شوية اسرع لي رحمة الوالدك السريع. وزارة الصحة هذا النجم الساطع بالعراق من أذكى الوزارات بتاريخ العراق. أستاذ العزيز قال الله وداني ولا أنا أجيت؟ قال لا الله وداك ولا أنت أجيت. قال شلون لا الله ودا ولا أنت؟ قال له شر أعمال لجابك إنه. تحياتي لك. شكرا لك. ناخذ عندنا اتصال. طيب بما تكملون بس خلي ننتظر عليه ويانا شوي لان اليوم احنا حصلتنا كلش مخنوقه. يلا عندنا خلينا ناخذ محمد يستاهل. محمد تفضل من كربلاء. محمد وينك؟ ابو منتظر من بغداد، مرحبا بك يا ابو منتظر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك استاذ، شلونك؟ الله يخليك يا قلبي. بالنسبة لتجارة المخدرات أي. يعني بداية إذا أرأى يعني تريد الدولة مثلا تحارب تجارة المخدرات هي أن تلزم الحدود بداية. طبعا هي أول ما بدأت منطقة بالخصيب البصر بالتحديد إذا تندلها يعني أعرفها طبعا أي على شط العرب مما بدأت الحيتان والأحزاب الإسلامية كانت هاي المنطقة هي منطقة نسميها حضر يعني ناس أغلبها مجتهد عيشته. ابو منتظر وينك؟ شباب ابو منتظر راح لو شنو قطع اتصال وياه. طيب تحياتنا لابو منتظر، اتمنى يعاود اتصال بينا مره ثانيه. يعني حقيقه هو دا يحكي ابو منتظر حقيقه، انا يمكن الواقع الصحي اليوم في العراق يعني يدمي القلب لسببين. الأول إلى أنه اليوم حقيقة احنا عندنا بعض الأطباء مثل ما قلت للدكتور سيف، بعض الأطباء اليوم عندنا احنا ذولي أشخاص يمكن يعني لسبب هسه احنا مشكلة أكو كلمة ما أقدر أقولها بالإعلام، لكن هم ليسوا يعني بالمنطق هم مطلقي الـ 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 يعني خلينا نقول يعني لا خطأ خلا اسميها او الصحيح. يعني دائما لازم اكو هسه انسان يخطا، ممكن هسه انا سولف فهمت صار لي يعني قيامه الله سنين، هم ممكن اخطا بحكايه بكلمه، لازم اكو خطا، وان لم يخطا فما يعني هذا لازم احنا نصفن عليه، يعني احتمال يعني اكو شيء بي لان، لكن اكو نسبه خطا عن نسبه خطا تختلف. الطبيب وجد الى انه هو يدرس طول هاي السنين حتى يعرف كل التفاصيل الخاصه بالانسان وجسم الانسان ويبدي يعرف انه شو ممكن يعالجها. واقع الخبره طبعا يعني محسوم. وايضا اتذكر اني قبل يمكن 10 سنين كان اكو دعوات من قبل رئيس الوزراء في وقتها السيد المالكي الى ان كل الاطباء يرجعون، بس ما كانت اكو ارضيه واضحه وايجابيه وجيده مثل اليوم. الى واحد مات يعني مريض مات بيت طبيب، يعني يمكن حكوا لي قصه انه احد الاشخاص هو جابوه ميت، يعني رجل جابوه ميت للمستشفى، الطبيب بس دخل للغرفه شافه ميت قال لهم يابا ميت، لزمون الطبيب كسروا ايده وكسروا رجله ورادوا الا شويه يموت وتعال جيبه وادفع فصل. يا فصل يا دنيا، هاي اللي احكي عليها الى اليوم. اكو عندنا منظومه العشائريه تتدخل في تفاصيل ترى يعني والله عيب تدخل بها، يعني جدا يعني موضوع مخجل جدا ان تدخل انت العشيره والفصل العشائري في هذا الجانب. والله هذا سوى فلان سالفه دخلت العشيره، اثنين جهاله تعاركوا وتدموا وتدخل العشيره، واحد حرامي داخل على بيت واحد ذاك قتله بالبيت تدخل العشيره، هذا ناهب بنيه تدخل العشيره، هذا ما ادري فات من يم بيتهم دق هورن زايد تدخل العشيره، هذه العشيره ما عندك شغل وعمل انت، هذه الحكمه كنا نعرفها احنا ونشوفها بالعشائر العراقيه الاصيله، هاي العشائر اللي قادت ثوره العشرين، اشو قامت تتدخل بالصاعد والنازل. للاسف ناخذ اتصال. محمد القريش منين؟ من كربلاء. من محمد كربلاء. تفضل. من كربلاء. ما العفو استاذ، انا عندي قضيه خاصه واريد اطرحها عن قناتكم الشريفه. يلا ممكن يصير لي حل.
قل لي بس اريد تختصر اليوم محمد لين عدد اتصالات. انا طلعت تقاعد سنة 2010. من يا وزاره؟ من وزاره التصنيع العسكري شركه القادسيه العامه. طيب وشانت بذات الوقت وشركتنا تابعه لوزاره الدفاع ووقتها كان الاستاذ نور المالكي هو وكيل وزير الدفاع. طيب انا من قدمت طلب راح الطلب لمده 9 أشهر هو ما حد اكو جواب راجع الدائره ما حصلنا على نتيجه. بعدها طلع قرار من الوزير يوم 22/2/2011 بالموافقه على التقاعد. تقاعد ماتك 22/11. نعم صراحه راح الكتاب الى مديريه التقاعد العامه. ما بلغتنا مديريه التقاعد العامه بوصول الكتاب الا بتاريخ 15/10/2011. اي يعني ورا 8 أشهر. على المتقاعدين مراجعه الدائره خلال مده 10 ايام. طيب فعلا راجعنا بعد 10 ايام يوم 25/10 كملنا الاجراءات اللي مطلوبه من عندنا. اي الاجراءات المطلوبه من عندنا شنو هي؟ شكو تصليحات او تعديلات او مستمسكات جيبوهن بلغونا بهم وكذا. طيب جبتوهن؟ كملت معهم. نعم اي جبتوهن وديتوها؟ وديناهن للتقاعد. التقاعد بلغتنا ما نمشي معاملاتكم الا تدفعون ذنيك 9 أشهر الاوليات من 1/7 إلى 22/2 الاستقطاعات التقاعديه. رحنا تداين احنا قلنا نحصل تقاعد مالنا نوصل الناس. زين. طلع علي مليون و450. زين. فمن قدمت لنا قال يا دور نكمل احنا اجي من كربلاء لبغداد كل اسبوع مرتين وعدونا وروح وتعال ما خلصت معاملتنا وصرفونا. هذا اقول معاملتنا للتقاعد رفعوها لكربلاء الا يوم 15/11/2011. زين ورا شهر تراجعون كربلاء ب 2000 اللي اقول تراجعون كربلاء خلال مده يوم 28/11. راجعت وصلت الكربلاء قلت لهم عمل مال تقاعد اجت وصلت لكم؟ قال نعم وصلت لنا وانت المفروض بدك تجي تقدم حتى ممتاز كمل لك الاجراءات. زين كملوا لي الاجراءات صرفوا الرواتب صرفونا بشهر شباط. شباط 2012 2012 نعم. ايه. هاي الفترة ظنك 9 أشهر راحن علي. زين. وهذا ان 9 أشهر من تاريخ صدور الامر الوزاري. هم راحن. قلت بلكي حصلهن، بلكي انا احصلهن. ايه. هم بعد المراجعة والمطالبة وتقديم الطلبات للتقاعد العامة وروحة وردة وما ادري شنو هم ما حصلتهن هم راحن علي. يابا ليش؟ انا هذا راتبي. متداين علي وهذا انا ما ضايق هذا ولا هذا استعفاءاتي. زين قال لا مو معاملتك التقاعدي مر عليها اكثر من سنه. شنو علاقه اكثر من سنه؟ انا تقدر تبدون تصرفون اذا لك لا تصرفون. اذا ما تبدون تصرفون زين هسه شنو الموضوع هسه؟ انا اريد زين يصرفون لهذا التسع اشهر. التسع اشهر يعني هسه احنا 2017 يعني صار 5 سنين من تاريخ صدور الامر الوزاري. ايه الى تاريخ انتهاء معاملتي ودول كربلاء. زين خلي الشباب وصلت محمد كلش اشتي ذاك اوكي. قدمت طلبات وريدت وهذا قال ما تستحق قدمت شكوى. طيب الاخوان زميل مخرج الشباب بالكنترول بس خلي يسجلون دني على مود يخابرون على الوزاره احنا باكر عطله خيخابرون مع السبت اذا هاي. خلاص محمد شكرا جزيلا لك. تحياتي لك شكرا جزيلا. طبعا جلد ناخذ اتصال ابو زكريا. مرحبا بك ابو زكريا. الله يحفظك عمو حبيبي. الله يحفظك خليك. الله يحفظك يا عمو خلابك ان شاء الله يسلمك. القناه الشريفه العراقيه اللي موقره كل الشرفاء بالعراق خليك يا رب يسمعون صوتك يا عمو. الله يحفظك. اقول لك هذول من اول يعني العرق والويسكي والغيسكي حافظك زين. زين واحد يعني واحد رئيس الاحزاب طلع قال 72 ملها ببغداد وال يعني البطل البيره وصل بالبصره ب 2000 دينار هي 750 دينار. زين
صحيح لولا يا حافظ اسعار يعني ايه وهي زيت ما الخشخاش والحشيش ما منعوها بالبصرة ويزرعونه ايه بالجنوب ليش ما منعوها هذا اللي يعني هذا الفوق اللي يضرب له نص ربع حلق ربع حلق يرتاح بيها ينام مو مو هي هاي بمناسبة أبو زكريا يمكن أقاطعك بخير هذه اللي بعض يعني الخبراء الاقتصاديين أشاروا إليها إلى أنه اليوم لما يكون أنت عندك مجموعة من أصناف المخدرات في داخل العراق يتم زراعتها أو تصنيعها فهي أولا أقل تكلفة اثنين تباع بأسعار أعلى في حال عدم وجود الكحول يعني بمناسبة حتى ردح تحكي تقول أنت قاعد تعرف الموضوع كله والسوالف واليوم مولد النبوي وقاعد تحكي بالعرق لا ما أحكي عن هذه التفصيل لا ما أحكي عن التصنيفات والكحول أنا أحكي عن دناءة بعض الشخصيات السياسية في كيفية أن تتعامل مع المواطن العراقي وتدفع باتجاه سكتوا لي شوية وتدفع باتجاه أن يدمن قول أبو زكريا صحيح عليك الله ابن العزيز العالم العالم اليوم فقراء مهجرين بالشوارع هذول عن مشروبات الكحولية ما كحولية طيب. من الله يطيح حظهم لا بس أبو زكريا مدام تنفع أنت بالأخير يا أخي والله دمرتنا ناخذ من عندنا اتصال شكرا أبو زكريا من عندنا قاسم قاسم الطيار منين؟ بابل قاسم تفضل مساء الخير استاذ فداء يا اهلا وسهلا بك حبيبي استاذ فداء دهور الواقع الصحي بالعراق بعد سقوط النظام بالعراق على يد الاحتلال الامريكي وغاب الدور الحكومي بمراقبه الاطباء وهم ذول الكفاءات العليا ويعتبرون ملائكه ملائكه الرحمه لمعالجه الانسانيه معالجه المرضى ولكن اصبحوا الان الاطباء هم شرابين دماء المرضى طبعاً. حينما يدخل المريض إلى المستشفى الحكومي هناك سماسرة كل دكتور إلى سمسير خاص يخرج المريض من المستشفى قاسم دول اتفاق طبيب وصيدلاني ترى بالمناسبة الاتفاق بين الطبيب وصيدلاني وبشعة واحد مع الأخر واحد يعرف الأخر راكته مضبوط أستاذ فهناك تمثيل يخرج اذا كان المريض يحتاج الى عمليه بالمستشفى الحكومي أيه. يقول له ما عندنا جزء ما عندنا مخدر ما عندنا مستلزمات طبيه أيه. يخرجوا له المستشفى او هذا الذي جعله تتدخل العشائر حينما ياتي المريض في منتصف الليل الى شعبه الطوارئ ولم يوجد هناك دكتور يعالج المرضى فهذا أيه. غضب من المريض واهل المريض حينما يتوفى ابنهم والدكتور نام في دار الأطباء ولم ويتصلون علي أكثر من اتصال ولم يأتي للمرضى حتى يشاهد صحيح والدكتور الأخصائي حينما للأسف راح وين قاسم طيب تحياتنا أبو منتظر يلا أبو منتظر وينه السلام عليكم السلام ورحمة الله أعذرني أعذرني سالم قطع الخط ها لا لا عادي أبو منتظر إيه بالنسبه لموضوع المخدرات أيه. قاعد تكلمت عليه وانا بخصوص التجار اي قلت لي ما الزبير انا قاعد على البصر يعني بالنسبه لتجار الحشيشه يعني ماكو تاجر ظهره خالي كلهم ملتزمتهم الاحزاب طبعا هذا الشيء متفق عليه يعني اهل البصره كذا تعرف هذا الشيء حتى مقاول هو مقاول يعني مقاول شغلته مشروعه اذا ما يتكي على الجماعه ما تمشي شغل طبعا يعني انا اتذكر بوقت ذاك قدام حسين اسمه شخص عنده ربع كيلو حشيشه تحت سلاله خلال 40 يوم من عدم وهذه الحاويه اللي هي ما ادري 14 مليون طيب حبايه ما ادري اكثر 18 يعني هذه الحاويه صار لها تقريبا 6 اشهر يعني مو جديده كانت عليها تبليغات وتوصل تبليغات لمجلس المحافظه بعدين للاشخاص بعد ما تصورت اتجهوا للاخوه بالاجهزه الامنيه بعمليات البصره الله يوفقهم تم اقتحامه هذه الحاويه اسال عليها يعني هو منو طبقها؟ زين منو راح يتلقاها؟ زين ازيدك من الشعر بيت ابو منتظر ولو اني راح اختصر وياك لان الحقيقه عندنا بعد فيديو بدي اشوفه حقول لك كلمه واشكرك طبعا بالمناسبه يعني حسب المعلومات اللي عندي متوفره هذه الشحنه من تم القاء القبض عليها
وفي وجودها هي كانت عبارة نفس سالفة العجول، صراع بين تاجرين رئيسيين وواحد ندس علاخ ودفع فلوس وراحوا لزموهن، ولا ما لزموهن بطريقة هاي المعلومات فوق ليه شلون فايتة هذه، شلون تخرجت من الهند وشلون جت بالحاوية وشلون نزلت وشلون وصلت شو اسمه للميناء وشلون عبرت. حدث العاقل بما يعقل، صح؟ شكرا لك ابو منتظر، تحياتي لك. النازح العراقي اليوم فوق ضيم الله، ضيم الدنيا يعني، خلينا نسميه بهذه الطريقه، ولو الله سبحانه وتعالى ينحشان يكون ظالما، لكن الدنيا وين تفتر للنازح وكيف توصل به الى مرحله حقيقه يجب ان يخجل كل سياسي مما يحصل. شكرا لوليد الصالحي، حنشوف هذا الفيديو، واتمنى للجميع ان يبقى راسخ بالذهن، اطفال بعمر الورود نازحين امتهنوا مهنة لا يمكن يوم من الأيام أن نصورها. باع الفيديو وأشكركم على المتابعة، إلى اللقاء. تحكي لي أنت بهذا العمر ليش تقدين؟ شنو أسوي؟ من يدزك تقدين؟ أبويا. وين أبوك؟ أبويا بالبيت. إيش يشتغل أبوك؟ أبويا أعمى. أعمى؟ زين هسه أنت طبيتي للمقهى تطلبين فلوس، انت ما تخافين تطلعين وحدك هيك وقت؟ ما اطلع وحدي ويا اخوي. وين اخوك؟ اخويا هو مقدي هنا. ايش كبره؟ اصرع حجيب. زين لي شنو السبب اللي يدزك ابوك تقدين؟ انظر نسوي له عمليه. عمليه؟ شنو من عمليه؟ عمليه مال العيون. انت من الموصل لو منين؟ لا من الموصل. قاعدين بكربلاء نازحين؟